تيك توك. باولينيو يقول انه بيته في البرازيل انحرق، البيت اللي يسكن فيه والده ووالدته يقول مروا بخطورة بصعوبة، يقول لي 3 أسابيع نفسيتي سيئة، أبمشي من النادي، أبلغت إدارة النادي بهذا الأمر، يقول النادي الأهلي أبلغني بمشروعه، يقول مشروعه حلو والأهلي حيرجع للمقدمة بس يحتاج الصبر. باولينيو ودع مع غريميو البرازيلي، اتفق معاهم على كل شيء. باولينيو يعني ما أدري أنا إيش أقول، بس اللاعب وضح رئيس الأهلي الأستاذ ماجد النفيعي طلع وصرح قبل شوية، قال اللاعب حاولنا معاه بجميع الطرق، اللاعب مو راضي يجلس، اللاعب رغبته انه يمشي، اللاعب ياخذ راتب فوق المليون وله كم مباراة ينزل الملعب ما يقدم مستويات، متعمد، يبغى النادي يمشيه. دحين الاهلي يلعب 5 محترفين، مشى فيتسا، باولينيو مشي، فترة تسجيل مقفلة.